بعد فترة غلق يمكن استمرت 14 سنة تم افتتاح متحف الخزف الإسلامي للزوار وعشاق الفنون التاريخية، وخصوصا أن فكرة إنشاء متحف الخزف الإسلامي قايمة على عرض مجموعة من روائع الخزف اللي مصنوع على طراز العمارة الإسلامية، اللي طبعا بتعتبر من أقدم الحضارات الإنسانية اللي ليها علاقة بفن الخزف. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، وإيه أعمال التطوير كمان اللي تمت فيه المتحف؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتور وليد قانوش، معانا دلوقتي على التليفون، هو رئيس قطاع الفنون التشكيليه. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. بعد الافتتاح ايه هي اعمال التطوير اللي تمت في المتحف؟ هو المتحف الحقيقه مغلق من فتره طويله زي ما حضراتكم قلتوا، وتمت فيه اعمال تطوير اساسيه. كان في مشاكل طبعا في تسريب ميه، مشاكل في عمل التكييف، مشاكل انشائيه في المبنى الاثري، ولذلك اخذ وقت طويل شويه في عمليه الترميمات، لانه بيتم بمنتهى الدقه وتحت اشراف وزاره الاثار، لانه هو اثر حضراتكم عارفين المتحف يقع في قصر عمرو ابراهيم او الامير عمرو ابراهيم، هو احد المباني الرائعه اللي بتنتمي الى الطراز الاسلامي في العماره. طول الفتره وبعد كده ضعف التمويل او عدم وجود تمويل لاستكمال اعمال الترميم ادت الى غلق المتحف في الفتره الطويله دي، لكن مع زياره معالي وزير الثقافه الدكتور احمد فؤاد منذ تقريبا شهر ونص كنا بنتفقد المكان، والحقيقه هو لو في امكانيه ان احنا نفتحه بالامكانيات المتاحه لحين اتمام مراحل التطوير الاخيره، وقد كان بامكانيات قطاع الفنون التشكيليه من الفنيين والمهندسين والعاملين استطعنا ان احنا نجهز متحف ثاني ونعيده الى الجمهور لحين ان شاء الله توفير اعتمادات. ايه اللي تم يا فندم فيه وايه اللي محتاجين لسه نكمله؟ لا، هو اللي دلوقتي المتبقي بشكل اساسي هو عمل التكييف المركزي في المكان بس. تمام. بس لكن كل الانشاءات الاساسيه، الحفاظ على المبنى، ترميم الحوائط، الاسقف، كل الكلام ده تم ومنتهى الكفاءه على مدار السنوات اللي فاتت. دكتور وليد، اللي هيروح متحف الخزف الاسلامي هيشوف ايه؟ هيشوف 320 قطعه من روائع الخزف الاسلامي مراحل تاريخية مختلفة. هيشوف مجموعة أعمال من أعمال الفنان سعيد الصدر الخزاف المصري الرائد. هيشوف متحف الحديقة اللي بيحتوي على، أو متحف الفن والحديقة اللي بيحتوي على مجموعة ممتازة من الأعمال النحتية للعديد من الفنانين المصريين. بالإضافة هيشوف قاعات العرض في مركز الجديدة للفنون اللي هم أربع قاعات عرض متغير. حاليا افتتحنا امبارح برضو معرض استعادي للفنان خلف طايع في ذكرى العاشره. الفنان خلف طايع طبعا هو معروف فنان ورسام صحفي كبير، بمناسبه مرور 10 سنوات على رحيله افتتحنا له امبارح معرض استعادي ضم معظم اعماله في معظم المراحل. فالحقيقه زياره مركز الجزيره للفنون ومن ضمن مقتنياته او من ضمن عناصره متحف الخزف الاسلامي هي زياره غنيه لاي زائر. طيب دكتور وليد، في عصور كتيرة وحقب زمنية متعددة أكيد مرت على هذا المتحف، أو في أعمال من الخزف مختلفة في هذا المتحف، هل في تركيز مثلا على عصر معين؟ هل حتى في قطع مثلا من الخزف الإسلامي موجودة في مكان آخر؟ مش شرط يكون متحف للخزف الإسلامي، لكن في قطع مثلا موجودة في متحف آخر، هل حتى المتحف ده فيه مثيل ليه سواء كان في مصر أو في الدول العربية؟ لا، متحف متخصص في الخزف الاسلامي في مصر لا، لكن طبعا موجود قطع من الخزف الاسلامي في المتحف الاسلامي التابع لوزاره السياحه والاثار. موجود برضو بعض مقتنيات من الخزف تنتمي الى المرحله الاسلاميه وغيرها طبعا في مقتنيات متحف الجزيره اللي هو تحت الانشاء حاليا. فموضوع الخزف الاسلامي كتخصص متحفي واضح، لا ما فيش في مصر غير هذا المتحف الحقيقه. واللي كان اختيار عبقري مكان قصر عمرو ابراهيم لاقامه هذا المتحف، لان هذا القصر بيحتوي على حوائط تتزين طول الوقت ببلاطات من الخزف موشاه بالزخارف الاسلاميه. الحقيقه القصر نفسه يعني نقدر نقول متوافق تماما مع معروضات الموجوده بداخله. طيب دكتور، اللي هيروح المتحف هيقدر يروح من امتى؟ والمواعيد اليوميه هتكون الساعه كام؟ عدد ايام الاسبوع اللي هيكون مفتوح فيها؟ قول لنا تفاصيل، وهل في تخفيضات للطلبه؟ تمام. المتحف ان شاء الله مفتوح من 9 ل 4 يوميا،
ما عدا الجمعة والسبت مؤقتا لحين بس توفير قوة بشرية نقدر نفتح بها أيام الأجازات. المتحف مجانا لمدة شهر بمناسبة الافتتاح. إن شاء الله بعد مرور الشهر بتكون تذكرة الدخول 40 جنيه للأفراد العاديين، تخفيض للطلبة 20 جنيه مجانا لطلبة الكليات الفنية والدارسين والباحثين وأعضاء النقابات الفنية. عظيم. طيب انتوا في قطاع الفنون التشكيليه يا فندم، هل في متاحف اخرى شغالين عليها الفتره دي اعمال تطوير بتتم فيها وترميم؟ ده حقيقي، احنا عندنا متحف من المتاحف القوميه اللي هو بيت الامه، بيت الزعيم سعد زغلول، ده حاليا داخل في مرحله تطوير شامله بيتم ترميمه بالكامل. كذلك عندنا متحف الجزيره والحضاره اللي هو يعرف سابقا بالقبه السماويه، وده في محيط دار الاوبرا داخل سور دار الاوبرا، وده متحف ضخم الحقيقه ومشروع كبير جدا ومقتنيات تتجاوز ال 4500 مقتنى متنوع من عصور مختلفه ما بين اعمال فنيه ومرحاتات ونسيج وخلافه. يعني ده مشروع كبير جدا شغالين عليه، بالاضافه بتاعت برضه خلال الشهور القادمه لافتتاح مركز 15 مايو للفنون المعاصره بحلوان، وده له طابع خاص جدا وهيهتم بالفنون المعاصره وبيحتوي على قاعات عرض متحفي هتتضمن اعمال من اعمال فنانين مصريين في مجالات الفنون المعاصره. ده المتحف الوحيد في مصر او موجود في المنطقه العربيه، ولا يعني نقدر نقول ان هو اول متحف بهذا الكم الكبير من المعروضات؟ متحف الخزف الاسلامي على حد علمي هو الوحيد في المنطقه العربيه متخصص في مجالات الخزف الاسلامي ده. طيب دكتور، مين اللي بيقوم بعملية التطوير والترميم عشان نحافظ على أصل الشيء؟ شركات وطنية بالكامل حضرتك وخبراء في الترميم. يعني يمكن ما كنتش موجود أثناء عملية الترميم اللي تمت، لكن من خلال الأوراق اللي موجودة أمامي كانت شركة المقاولين العرب أعتقد هي اللي بتقوم على عملية الترميم، وبالاستعانة بمتخصصين في الترميم حسب الاحتياج. يعني إذا كان في منحوتات، إذا كان في زخارف جزئية على الحوائط، إذا كان في رسومات على الحائطيه او خلافه، او يتم الاستعانه بالمتخصصين. ايوه. فبيلجأوا للمتخصصين في الترميم. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليه، شكرا جزيلا لحضرتك.